الجمهور. خمس طائرات روسية حطت في الشرق الليبي خلال الأيام القليلة الماضية، سبقتها أربع أخرى. لا تحمل هذه الطائرات على متنها سياحا، ولكن ذخائر ومرتزقة لدعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. إذن هي محاولة لإنقاذ الجنرال وإيقاف تراجع قواته في المدن الليبية. هذه المحاولة تسير وفق هدفين بحسب مراقبين، فالأول سعي لتغيير موازين الصراع على الأرض في ليبيا بعد أن مالت لصالح حكومة الوفاق المعترف بها دوليا. وأما الهدف الآخر فهو سيطرة موسكو على النفط الليبي، فمنذ يونيو حزيران تحرك مرتزقة فاغنر للسيطرة على حقل شرارة، أكبر حقل نفطي في ليبيا وميناء السدرة، أهم ميناء لتصدير النفط. تحركات تهدف لإبقاء ورقة منع تصدير النفط بيد حفتر في تحد للضغوط الأمريكية لإعادة تشغيلها، وبالتالي تعزيز موقف حفتر في أي مباحثات للسلام، كما أنها تظهر أن ليبيا أصبحت منطقة صراع جديد بين موسكو وواشنطن حول النفوذ في منطقة الشرق الأوسط. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون سبق وأن اتهمت موسكو بتصدير المزيد من الأسلحة إلى ليبيا. روسيا نفت من جانبها مرارا وتكرارا تورطها في دعم ميليشيا فاغنر أو التغطية عليها بشكل رسمي. تعزيز روسي لقدرات قوات خليفة حفتر يتزامن مع جهود دبلوماسية تبذلها المغرب راعية اتفاق سخيرات لحل الأزمة الليبية. آخر تلك الجهود مباحثات هاتفية أجراها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو انطلاقا من اتفاق سخيرات، بحثا خلالها الأزمة ومساعي الرباط لإيجاد حل لها كمرجعية أساسية لمعالجة النزاع الليبي. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من طرابلس الكاتب الصحفي محمود إسماعيل. أهلا وسهلا بك أستاذ إسماعيل معنا في العربي. إذن مع مرور الوقت وهدوء الجبهات يتزود الطرف الآخر بالعتاد العسكري وبالمقاتلين، برأيك أستاذ إسماعيل ما الذي تنتظره حكومة الوفاق للبدء بالمعركة؟ على ماذا تعول في إعطاء المزيد من الوقت؟ كافه الدلائل تدل بشكل واضح تتجه الى ان الحرب هي عباره عن حرب مؤجله، وواضح عملي ان حكومه الوفاق تعول على امكانيه ان يتفاهم الطرف الاخر على انه يجب ان لا يكون هناك مزيد من اراقه الدماء وكثير من الاشكال، ولذلك اعطيت الفرص. ولكن يبدو انه واضح ان هذه الفرص الممنوحه يتم الاستفادة منها من قبل الطرف الثاني في توفير المعدات والمرتزقة، تسع طائرات ما بين مرتزقة ودقيرة في الدردبية وأيضا بسرق وأيضا في الجفرة وكذلك في لابرز وكذلك في بنغازي. نحن نتكلم على إعداد واستعداد، وأيضا خطاب لحفتر يتوعد ويهدد ويزبد ويرعد، أي نحن نتكلم على معطيات محلية واقعية. طيب أنهم يتجهون أستاذ إسماعيل، هل تعول حكومة الوفاق على أي من المبادرات الدبلوماسية الموجودة حاليا على الطاولة سواء كانت إقليمية أو دولية في التوصل إلى حل وسط أو إلى اتفاق مع الطرف الآخر، أم أن الوقت فعلا يضيع ويستفيد منه الطرف الآخر في تعزيز قدراته العسكرية؟ بكل تأكيد الوقت يضيع، مع أن هناك شركاء يحاولون قدر الإمكان التعويل على إمكانية أن يكون هناك لملمة للأمور، واعتبار منطقة سرت ومنطقة الجفرة ومنطقة الحوض النفطي مناطق خضراء أو ما يمكن سحب القوات منها، وهو أمر غير عقلاني وغير مقبول. حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال سفيرها الذي زار مدينة مصراتة وطرابلس واجتمع بالمسؤولين، وايضا كانت هناك وعود بامكانيه احلال السلام، هذا الطرف لا يؤمن بالسلام وليس شريكا فاعلا في السلام، ولذلك لزامنا القول ان هناك تضييع للوقت وضياع كبير للامكانيات، وايضا اعطاء للمهل التي لا يمكن القول الا بانها سيتم توظيفها كما تم توظيفها سابقا توظيفا خاطئا. ولزاما هنا التوجه الى ان حتى مباشره
اشارة للأمم المتحدة والولايات المتحدة جميعا يمتعضون من التقوية لهذه القوات ومن وجود مرتزقة ومن الاستعانة بآخرين. ودعني أقول بأن الأمور كبيرة وخطيرة جدا، وربما الساعات أو الأيام القادمة على الأكثر ستشهد حربا، ربما طيب، مع تكون كل هذه حرب سرية. المساعدات أستاذ إسماعيل الذي تلقاها حفتر وقواته، هل ستغير في مسار المعركة لو بدأت؟ لن تغير في مسار المعركة إن بدأت، لأنه لن يكون لديهم قدرة على الصمود أمام رجال بركان الغضب. والواقع العملي أن من يبطئ المعركة هي قرارات لم تصدر من قوم حكومة الوفاق الوطني، وأي نوع من التفاهمات ووعود من بعض إلى بعض الدول بعملية لماذا منع لم يستطيعوا إرجاءات برأيك الجديد. أستاذ إسماعيل الوقوف أمام قوات حكومة الوفاق وهم يتلقون دعما عسكريا من أكثر من جهة وأيضا تدريبا ودعما بالسلاح وبالمرتزقة؟ لماذا برأيك لقد ظل تفضل. نعم لقد ظلوا يتلقونه لسنون طوال، ولكن هزموا أيما هزيمة في الغرب الليبي. نحن نتكلم على فقدان 7 مدن، ثم ترهونة، ثم التقفر إلى سرت والجبرة، ثم أيضا أنه لم يثبتوا في أي معارك. الذي كان يقاتل الليبيين هو قوات الفاغنر التي هي قوات النخبة الروسية والجنجويد وعصابات أخرى، وأما حفتر فليس له القدرة على الصمود إلا ساعات. ومع أن هناك وجود لقوات تم استجلابها من سوريا وتدريبها على عجل من قبل الروس، إلا أن إمكانية صمودهم ستظل مستحيلة وستعني بدء الحرب، نهاية الحرب، أي تقدم جهة الشرق والتقدم في جهة الجنوب. وهو المأمول من قبل الليبيين ما يبدو واضحا بأن إمكانيات الحل السياسي قد نعم، تنعدم وهي مستحيلة، استحالة شكرا. مطلقة. هنا إمكانية التعويل عليه أعتبر حقيقة خروجا عن المألوف. الواقع الليبيون يريدون بلدهم وطنا موحدا، وأنه لا إيمان بمباشرة بتهديدات السيسي، وأنها التي كانت عرجاء حيثما تهرب من سد النهضة إلى إمكانية رسم خطوط إلى داخل الدولة الليبية 1200 نعم، كيلو متر. ودعي أقول بأن اتهام الأمم المتحدة من خلال تقرير الخبراء للإمارات العربية وللأردن ولبعض الدول في التدخل في الشأن الليبي وذكرها بالاسم ما دلالة على شكرا أن لك المجتمع الدولي يتحرك، ولكن تطريقا وليبيا ستتجه إلى الانتصار. محمود إسماعيل الكاتب الصحفي الليبي، شكرا جزيلا لك.